فقرتنا القادمة، وأهلا بكم من جديد في بداية ساعتنا الثانية. سلمى يا سلامة واحدة من الأغاني التي تخطت حدود اللغة وانتشرت في بلاد لا قدرة لها على أن تلفظ حروفنا المشبعة في الشعر الخارج من صميم الشعوب. سلمى يا سلامة قدمها سيد درويش في مسرحية لنجيب الريحاني، واستطاعت أن تعيش بعد موت صناعها بأجيال. جميل ظاهر يدخلنا عالم هذه الأغنية. قوة الأغنية تكمن في كلماتها ونغمتها الأولى، فكيف إذا كان صانع هذه الأغنية بليغ خيري ولحنها سيد درويش؟ انتشرت هذه الأغنية وساهمت النجمة الفرنسية داليدا بنشرها عالميا بعد أن قدمتها بأسلوبها المحدث، مستعينة بمطلع وروح الأغنية الأصلية، ليعمل على نسختها العربية الشاعر صلاح جاهين والفرنسية بيير ديلانوي مع الملحن الفرنسي جيف برنيل. هذه الأغنية الدرويشية المنشأ تمتلك عناصر قوة ما جعلها تقدم في العديد من لغات العالم عابرة للأزمان. تتوفر فيها كل عناصر الجذب، وخاصة أنها تحاكي الغربة والعودة منها، وهي حالة نعيشها في الكثير من بلادنا التي تدفع بنا إلى بلاد بعيدة لنعود ونغني سلمى يا السلامة رحنا وجينا بالسلامة. جميل ظاهر العربية. صباحك جميل يا جميل. صباح الخير. طبعا جميل ظاهر من أفضل منه اللي يتحدث عن هذه الأغنية. حدثنا عن سلمى يا سلامة. أول شيء حثيني، أين زميلتك اليوم؟ لا غايبة. تعبانة، ألف سلامة. سلامتها سلمى، حترجع بالسلامة. اخترنا هاي الأغنية لأنه فعلا هي واحدة من الأغاني الخالدة، وهون بقى بدنا نرجع نقول شغلة، أنه مش كل مرات الأغنية الطويلة والمعقدة واللي إلى إيقاعات كبيرة أو إلى موسيقى مقدمة كبيرة، هي أغنية خفيفة كتير فيها كل مواصفات الأغنية اللي بتعيش كل هذا الزمن، وخاصة دائما طالما نحكي عن واحد من رموز الموسيقى العربية هو سيد درويش، عنده هاي القدرة اللي هي هالجملة الصغيرة هاي اللي هي سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، قدرت هاي الجملة ان فعلا تخترق مثل ما بقولوا قارات، يعني تطلع من بلادنا وادخلتها داليدا الى مكان اخر اللي هي غنتها باللغة العربية والفرنسية، ومن ثم انتشرت عالميا وتغنت بعدة لغات وباتت هيك رمز، يعني مرات كثير لما صارت ايوه زي الإفة او زي الرمز في قال يعني حتى لو ما تغنى. فإذا لأنه هي مثل ما قلنا هي الجملة الموسيقية اللي هي تكمن ببساطتها وبقوتها، وهذا الشيء كان معروف عن سيد درويش، عنده هاي القدرة أنه بالأغاني اللي قدمها، خاصة هي أسلوب حياته كيف كان هو، يعني تصوري نرجع من عيد لأنه دائما نحكي عنه سيد درويش، بس منيح الحكي عنه أنه هذا الإنسان اللي هو ببساطة تحول إلى أيقونة كبيرة، وهو يمكن في قصة تروى عنه هو أنه يعني كان راح يشتغل بمحل في عمال وبناء وإلى آخره، فكان يغني، فكان لاحظ صاحب العمل أنه لما بيغني سيد درويش العمال بينجوا أكتر، فمشان هيك قام طلب منه قال له يا أخي اترك شغلك أنت وعود غني للعمال، غني. فليك كيف كان، حتى كان الفكر متطور زمان أنه إذا الموسيقى بتساعد العمل فكان يغني لهم وكانوا ينجوا أكتر. طبعا هو راح عنده رحلة مهمة كتير أثرت بفنه، هي ذهابه إلى سوريا وتعامله مع الناس اللي اشتغلوا بالمسرح بسوريا، وأيضا عودته إلى مصر وعمله كمان مع نجيب الريحاني، وهي وحدة هاي الأغنية من الأغاني المسرحيات اللي كتبها لنجيب الريحاني. فإذا هو مثل ما قلت هون السر العظيم بهاي الموهبة اللي بتقدر تعمل موسيقى
جملة صغيرة. صحيح هي داليدا غيرت بالكلمات واستعانت بصلاح جاهين كتب لها الفيرجن العربي. طب هو هي انكتبت بلغة عربية ولا فرنسية؟ لأنها تغنت في لغتين أول يعني الأغنية أساسية. الأغنية مثل ما كتبها سيد درويش لما أخذتها داليدا أخذت المطلع تبعها وغيرت بالكلام. رجع صلاح جاهين اشتغل على كلام يعني يمكن عصري أكتر بطريقة بيشبه داليدا أكتر إذا بدك، بس إنما هي حافظت على روح الموسيقى مع أنه موسيقي فرنسي. رجع أعاد التوزيع لهذه الأغنية بطريقة الخاصة. هلا إذا بدك نرجع نسمعها بصوت داليدا شوي لنشوف كيف روح الموسيقى موجودة إنما بطريقة توزيع، وهون لعبة التوزيع الموسيقي. صحيح. كمان قدرت هي من خلال هذا التوزيع تعيش الأغنية أكثر، ولما بنسمعها بنحسها عصرية وتوزيع عصري جدا. 1977 خلينا نسمعها لداليدا لسمع. في الدنيا الكبيرة وبلادها الكثيرة لفيت لفيت لفيت، ولما ناداني حب الأولاني سبت كله وجيت وجيت، وفي حضنك رنيت وغنيت. سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلامة، سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلامة. لسه الحب صافي ولسه الجو ده. يعني اللي يسمع الأغنية فعلا ما يقدر يصدق انه هذه من الأغاني 1900 هي عادت تشغيلها بال 77 1977 اها برجعوا كمان عملوا لها ريميكس بعد وفاتها. يعني ما غنيت بهذا الشكل في 1919. بتحبي تسمعها كيف 1919 موجود؟ خلينا نسمع مقطع بس كيف غنوها. طيب بأيام سيد درويش. بلا أوروبا ما في أحسن من بلدي في المركب اللي. يعني أنا يمكن لو سمعتها ما أعرف إنه هي نفسها صراحة. أنت هون بقى هي الروح هي ذاتها وبعدين الموضوع، بس هون في غناء مسرحي يعني واضح جدا هني عم بيغنوا بحاله مسرحيه وليست هو الغناء الفورمات يعني اللي هو هيك. هني بالعكس عم تدينا الجو اللي عم يحكوا فيها الناس العائدين من السفر. وهي هاي يعني فتره اللي كانوا يصير فيها هجرات ان كان عم بيحكوا عن المصريين بالتحديد انه سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة، وعم بيحكي عن المركب اللي بتودي وبيرجع بيحكي بلا امريكا وبلا اوروبا. أيوه. بالعكس هو كان عصري وكان عنده كتير خيال عظيم سيد درويش. فهي مثل ما قلنا انه صارت هاي الجملة حتى شو خبرتيني اليوم شو كنت تغنوها؟ قلت لك وانا نازل كنا نغنيها ولا لسه كنت بقول لها رحمة ابوكي بالسيارة تغنوها وانتوا راجعين مشاوير السفر البرية كانت دائما سلمى سلامة. هي هاي مثل ما قلنا هاي الاغنية اللي فيها كل مواصفات الخلود ان فيها تعيش كل العمر لانه موضوعها حلو طريقتها حلوة والنغمة بسيطة وخفيفة وبتقدر تعلق بالإذن. وأنا متأكد اليوم أنه أغلب الزملاء راح يضلوا يغنوها كل النهار أكيد. أو يمكن حتى دالي دخلتها فرحة. طبعاً طبعاً مختلفة سعيدة تماماً. وفرحة يعني. بس هي هون الشطارة أنك أنت تلمسي الجمال بالشيء القديم. هي مثل التحف لما تشوفي تحفي أنت قد يعني يكون واحد ما ينتبه لها يلاقيها كلها غبرة وكلها هيك ما يطلع فيها، بينما هي بس شوية هيك تنفض الغبرة تطلع رجع تلمع ثاني. جميل شكرا يا جميل شكرا ويعطيك ألف عافية على تواجدك معنا. شكرا.